يعني أعمارهم ما بين 25 ما شاء الله لغاية سن 60. السن الكبير مش معناه أن أنا كبرت أن أنا خلاص، لا بالعكس، ده أنا دي بداية لحياة جديدة بتغير المود عموماً. الفكرة أصلاً بدأت من سنة 2018، كنا الأول بنجمع سيدات وبنلعب الأول، طبعاً كانت اللعبة ما بتخشش نوادي لسه، ما كانش النوادي معترفة بيها قوي. بعد كده الحمد لله في نادي مثلاً فتح لنا، بقى مثلاً هنأجر ملاعب في الأول، بعد كده اقتنع بالفكرة لما لقى أن العدد بيزيد، ابتدينا من 2-3 ابتدى الموضوع يكبر 30-40-60 سيدة، والحمد لله الموضوع في زيادة الحمد لله. يعني الراكت لعبة جماعية ملهاش شروط تأيد السن لدخول اللعبة، أي حد يقدر يلعبها، ما عندناش تقيد لا بوزن ولا بسن ولا بأي حاجة. يعني هي لعبة الراكت بتلم ما بين كل الرياضات، ممكن جيم، ممكن يعني بدل ما ألعب جيم ممكن ألعب لعبة الراكت، فبتزود النشاط عندي، بترفع الطاقه الايجابيه بتاعتي. لا انا كنت بحاول بقى ان انا اغير الفكر، لا انت لما جوزتي وجبتي اولاد انت كمان ليكي دور في حياتك ان انت تلاقي نفسك احسن، فبعمل الدعم النفسي الاول. اولادي كانوا مستغربين اصلا من الموضوع، لان انا بيتوتيه جدا، انا ست بيت، كانت كل حياتي اليوم مكرسه اليوم، فاستغربوا ايه ماما دي اللي بتصحى الصبح بدري وبتنزل. انا ما حدش عندي في البيت اعترض ولا اي حاجه، بالعكس انا جوزي شجعني جدا، لان انا اصلا جوزي كمان لعيب راكت، فكان دافع تنافسي كده علشان نلعب مع بعض. احنا معانا في الفريق بتاعنا ناس من سن 18 اللي معانا مثلا فوق 60، فالموضوع مش محتاج اي شروط لا في السن ولا مثلا في الوزن ولا في اللياقه، لا انت لما بتلعب بتكتسب لياقه وبيفرق معاك طبعا. لا يا اصابات بسيطه جدا، يعني احنا ممكن واحنا بنحدف لبعض الكوره مثلا تتخبط في حد فينا، في راسنا، في عينينا، احنا بنبقى واخدين حذرنا جدا، يعني اصابات بسيطه جدا، مش ما تبقاش اصابات عاليه. يعني اصعب حاجه في تدريب السيدات ان الست عامه بتبقى دايما ما عندهاش الثقه في نفسها ان هي ممكن تدي احسن، دي اكتر الحاجات اللي واجهتني. الحاجه الثانيه العند، يعني هي دايما عايزه رايها مثلا هو انا شايفه نفسي لا انا كده صح. لا استفدت كتير جدا، اولا انا كان نفسي العب رياضه الصبح بدري، فهي ساعدتني ان انا اقوم بدري وان انا اعمل رياضه، طلعت كل الطاقات السلبيه اللي جوايا. بصراحه انا باجي برجع فريش جدا، احنا بنخرج طاقه سلبيه، بنفصل عن اجواء البيت، عن اجواء الشغل، فرق طبعا معانا، فرق في لياقتنا، في وزننا، في الحركه عموما. طبعا التمارين لحد كبير شويه في السن طبعا بتبقى تمارين غير الصغير، يعني مثلا في تمارين مثلا بيحتاج فيها مفصل الركبه مثلا، الكبيره مثلا معايا ما اقدرش ان انا اتك عليها في التمارين بتاعت مفصل الركبه لان كمان بيبقى الوزن زايد، ما اقدرش ان انا اعمل لها التحمل بتاعها يبقى عالي، بختار لها تمارين بتبقى التحمل بتاعها اقل شويه. اللعبه نفسها او الضرب نفسه او المباصيه زي ما بيقولوا ما بيبقاش زي بقيه الناس، بيبقى فيه لعب اللي هو الخفيف، التنقير بيسموه تنقير، مش بيبقى مثلا اللعب اللي هو الجامد بقى شوط وصد والحاجات دي، لا كل واحد انا بختار له طريقه تدريب معينه للركض. فانا انصح كل السيدات او الرجاله، يعني بس السيدات اكتر طبعا، ان هم ينزلوا ويلعبوا ويتمتعوا جدا جدا بالموضوع ده. اقول للسيدات اللي فاكره ان هي لما اتجوزت او سنها كبر شويه ان هي خلاص ده مكانها البيت، احب اقول لها ان المفروض ان انت تبقي فاهمه ان لازم تكوني خفيفه لغايه اخر وقت. اولا ما تبقيش عبء على حد، ثانيا انت صحتك دي هتخلي نفسيتك احسن بكتير، اختاري انت بقى، يا تعيشي الشويه اللي فاضلين سعيده، يا تعيشي الشويه اللي فاضلين رايحه جايه على الدكاتره بس.